عندنا ورقة سجق بالبطاطس، عندي سجق بلدي وبطاطس، بصل، ثوم، كرات وكرفس وفلفل حار، زعتر، زيت، بهارات، كمون، جوز الطيب، طماطم، صوص طماطم، ورشة سكر عشان الحموضة. أول حاجة بعملها بقول بسم الله الرحمن الرحيم، وبنزل بالبصل بتاعي كده أهو، والثوم على طول بعديه، ونبدا نقطع البطاطس بتاعتنا شرايح عشان نقليها. عايزه تحط معاها جزر حطي، عايزه تحط معاها كوسه حطي، يعني كل اللي يجي على مزاجك حطي، محدش ليه حاجه عندي، محدش ليه حاجه عندي. انا من ضمن دايما اللي بحب احبش الاكل تحبيشه حلو، هجيب كوستايتين، جزرايه، قرنين فلفل، دي من ضمن التحبيش اللي انا بحب ايه ازودها معايا شويه في الاكل. بجرح الكوسه كده عشان تبقى عندي، لا بجرحها يا باشا، اغسلهم كده. طيب نقلب بقى، بنزل بالسجق بتاعي ده، نص كيلو سجق هنعمل بيه وليمة، هنعمل بيه وليمة. ادي الفلفل والملح، وادي نقطع بقى دول كده، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا بلادنا، الله يا بلادنا، وجيشنا والشعب معاه. ورقة اللحمة، تحب الصوص زيادة حلو كده، شوية مية سخنة، اهو. طيب كده هنا بعمل بالالومنيوم حرف اكس، بعد كده ورقة زبدة، تعبيني معاهم كده بقى. هنا نشتغل مع بعض،
اهو نعم يا عم كده هستأذنكم بقى ادخلها الفرن بعد ما قفلناها كده اهي يا فندم 100 100 يا باشا ميه ايه بس لا من غير ميه ايه احنا بنعمل بخار